السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا عندي داتا معينة ازاي اقدر احملها جوه برنامج الكيو جي اس. داتا معينة عبارة عن جزء من خريطة او مدينة او كده. ده مثلا موقع فيه شوية خرائط كويسة، هسيب لك رابط اسفل الفيديو. دلوقتي هقول له داونلود، وهقول له مثلا نسميه كونتريز سيف، ومجرد بس هفك الضغط بتاعه. وبعد كده في البرنامج هنا تقدر تقول له تبدأ تشوف الفولدر بتاعك. ماشي، دوت مثلا هو ده نفس الملف اللي هشتغل عليه. بدوس عليه مرتين، هو في ملف شيب، واقول له اوكي، فبيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمل سيلكت على جزء منه، بختار أداة السيلكت وابدأ احدد. ولو انا جيت هنا هيبدأ يظهر لي كل ما اعمل سيلكت على حاجة هيبدأ يجيب لي ده اني واحد فيهم، ولو انا دوست هنا مرتين يبدأ يعمل لي زوم على الجزء دوت زي ما انت شايف، وهكذا. فتقدر تعرف المعلومات الاريا قد ايه، الكونتري، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة بسهولة جدا، والملف موجود معاك، فتقدر تضيف اي داتا تانية انت محتاجها.